السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الأعزاء أينما كنتم في فيديو جديد. هذا آخر مقطع بالنسبة للرموز التي لا يجب البحث عن تفسيرها، وأعيد لكم وأكرر رجاء لا تحاولوا البحث عن تفسير هذه الرموز إذا رأيتموها، فأغلبها يكون من الشيطان وأغلبها يكون من الشيطان الخبيث، هذا الشيطان الرجيم لكي يحاول أن يضغط عليكم نفسيا ويدخلكم في عالم الجنون، فانتبهوا إخواني الكرام. إذا كنا قد عملنا 3 أو 4 فيديوهات على ما أظن الرموز التي لا يجب تفسيرها ولا يعني أنصحك بالبحث وراءها. نواصل إخواني الكرام. رؤيا القبور المجهولة، خاصة للذي لا يصلي، خاصة الإنسان الذي يعصي ربه ويقوم بمعصية أو ابتلاه الله بخطيئة يقوم بها باستمرار ويرى القبور المجهولة، يعني يصلح نفسه يعني ويسرع في هذا الموضوع وربي يهديه ويصلح حاله، ليس لدي ما أقول غير هذا الكلام. كذلك إخواني الكرام، الشخص الذي يرى نفسه أنه يسقط في بئر أو حفرة ولا يجد أحدا يساعده ويحس بالاختناق أو الضيق في ذلك البئر، ويفيق وهو مذعور أحيانا، ويفيق وهو عطشان، يعني يحس نفسه أنه لم يشرب من أيام ولا يجد أي أحد يساعده في منامه، فلينتبه وليحاول أن لا يفسر هذه الرؤيا إخواني الكرام، يعني يجلس مع نفسه يحاسب نفسه، ليس له يعني أي مشكلة أخرى إلا مع نفسه. كذلك أخوان الكرام، من يرى الآذان يعني في باب بيتي أو عتبة البيت، أيضا هذه رؤية غير جيدة، لا تحاول البحث عنها وترى نفسك ترفع الآذان، وخاصة المرأة يعني هي أشد يعني حتى الرجل، لكن الآذان في باب البيت أمر غير مستحب، كما أن الآذان أحيانا في سطح البيت ليس مستحبا. كذلك أنك ترى نفسك أن صارت لك عين واحدة، أو ترى شخصا ما بعين واحدة وتذهب له وتقول له أنا رأيتك بعين واحدة، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ سواء هكذا وهكذا ستؤثر عليه، وسواء هو إن كان عنده شر في قلبه أو شيطان يسكنه فسيؤذيك أو تؤذي نفسك، فلا فائدة من ذكر هذا الموضوع، فعليك بالدعاء الخفي، نادي ربك نداء خفيا فهو يعلم ما في القلوب ليصلح لك هذا الأمر أو يصلح لك شأنك، لأن العين الواحدة يختص بها الأعور الدجال والعياذ بالله، وفتنته عظيمة جدا. كذلك إخواني الكرام، إذا رأى الإنسان أحد أفراد عائلته عاريا أو رأى نفسه عاريا لا يلبس ملابس، فالأمر أيضا غير مستحب، وخاصة إذا رأيت نساء أهل بيتك فيهم من هي عارية فلتحاول أن تنبهها من بعيد لبعيد دون يعني ذكر المنام أو دون يعني أن تعطيه ما رأيت بالتفصيل، لكن بطريقة غير مباشرة، يعني مثلا بنت مراهقة، بنت أخر زواجها يعني ينقصها شوي إيمان، ضعيفة، نفسيتها تعبانة، مجتمع سلبي تعيش فيه، فحاول أن تحيطها برعاية خاصة وبطريقة غير مباشرة تنبهها، يعني خوفا أن تقع في الخطيئة أو تقع يعني في أمور لا قدر الله غير جيدة. هذا جانب من الجوانب، يعني الملابس أو العراء في المنام له تأويلات لا تحصى ولا تعد على حسب الحال التي يعيش عليها الرأي وحسب البيئة الذي يعيش فيها أيضا. كذلك إخواني الكرام، خروج الدم من الأرض أو من جدران البيت أو خروجه من يعني بلوعات الصرف الصحي أو بلوعات الماء أو خروج الدم من الحنفية أو نزوله كالمطر من السماء أمر غير مستحب على الإطلاق، خاصة إذا كان الإنسان هذا يعيش في بلد ظالم أو ثم مظلمة في أهله، يكون رب البيت يعني مثلا متجبر عليهم أو ديكتاتور أو غيره، فلا يستحسن تفسيرها. ومن الرموز الأخرى التي قلتها في السابق أن النيران تراها تأكل كل شيء، ترى النيران كأنها عجلات، في ناس كثيرة ترى هكذا، ترى النيران في بلد معين أو في مكان معين كأنها عجلات تأكل كل شيء في طريقها، هذه الرؤية أيضا لا تحاول البحث عن تفسيرها يا أخوة الكرام لأنها غير جيدة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.